فوض مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس تنفيذ عملية عسكرية ضد قطاع غزة إذا ما استمر إطلاق القذائف الصاروخية على إسرائيل. هذا ويشهد قطاع غزة منذ أيام توترا مع شن الجيش الإسرائيلي غارات على أهداف داخل القطاع وإطلاق فصائل المقاومة الفلسطينية قذائف صاروخية على مستوطنات محاذية لقطاع غزة. وكانت حركة حماس قد أكدت أنها لن تقبل بأي إجراءات من الاحتلال للتضييق والتشديد على الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في تعليق للمتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع عقب إعلان سلطات الاحتلال إغلاق البحر كاملا أمام الصيادين الفلسطينيين ابتداء من فجر اليوم. من جانبه حمل ناطق باسم جيش الاحتلال حركة المقاومة الإسلامية حماس المسؤولية بعد أن أعلن رصده إطلاق قذيفتين من قطاع غزة سقطتا في منطقتين مفتوحتين من دون وقوع خسائر. معنا مراسلنا أحمد جرادات من القدس للوقوف على هذا التطور فيما يتعلق بهذا التفويض الذي منحه مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر لنتنياهو وبيني غانتس فيما يتعلق بإطلاق عملية عسكرية على ما يبدو في قطاع غزة إذا ما استمرت القذائف بالسقوط على مناطق داخل إسرائيل، قذائف المقاومة الفلسطينية. أحمد، ماذا في تفاصيل هذا الخبر وما مدى إمكانية بالفعل حدوث تصعيد وإطلاق عملية إسرائيلية عسكرية ضد القطاع؟ نعم وسام، يعني الليلة ستكون ليلة اختبار، أي أنه إن كانت الأمور ستذهب إلى تصعيد بين إسرائيل وقطاع غزة أم أن الهدوء سيعود مرة أخرى إلى هذه المنطقة. اليوم في اجتماع للمجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي وفعليا صادق على خطة هجوم لضرب أهداف لحركة حماس إذا ما استمر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وهذا الشرط الذي وضعه الكابينت وفوض على أساسه كل من نتنياهو وأيضا بيني غانتس الذهاب لحملة ولشن غارات على قطاع غزة إذا ما استمر هذا الإطلاق وإطلاق الصواريخ. ولكن في المقابل وعن طريق مسؤولين أمنيين إسرائيليين صرحوا لوسائل الإعلام الإسرائيلية أن إسرائيل ليست معنية في التصعيد في هذه الفترة، ولذلك هي فتحت مجالا للجهود الدبلوماسية ولبعثات دبلوماسية وأيضا لجهود دولية من أجل إعادة الهدوء إلى قطاع غزة، لا سيما بعد الأيام الماضية التي تم إطلاق بأكثر من 40 قذيفة صاروخية من قطاع غزة، وأيضا هناك ليالي في الماضي شنت إسرائيل غارات على أهداف تابعة للمقاومة في قطاع غزة. إذن الليلة على الأغلب ستكون ليلة اختبار، أي أنه إن تم إطلاق صواريخ من قطاع غزة فعلى الأغلب سترد إسرائيل وستبدأ حملتها العسكرية التي صادقت عليها فعليا اليوم عن طريق المجلس الوزاري المصغر. ولكن على الرغم من أن إسرائيل تقول بأنها غير معنية لكنها أرسلت رسائل تهديد لحركة حماس بأنها ستستهدف حركة حماس وفصيلها المسلح تحديدا في إن كان هناك أي عملية إطلاق للصواريخ، وهي رسالة تهديد كانت واضحة من إسرائيل أوصلتها إلى حركة حماس بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية عن طريق مبعوثين دوليين. كل السيناريوهات مفتوحة الليلة وحتى فجر اليوم سيكون فعلا ستتضح الصورة أكثر وسام، وربما سنشهد في حال إطلاق صواريخ حملة عسكرية إسرائيلية، لا سيما بأن إسرائيل على الرغم من حديثها بأنها لا تريد التصعيد إلا أنها عززت من القبة الحديدية الإسرائيلية وهي المضادات الدفاعية الجوية التي تتصدى للصواريخ الفلسطينية، عززتها في محيط قطاع غزة وأيضا في مناطق تقع في وسط إسرائيل. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل، بطبيعة الحال سنبقى في متابعة معك لهذا الموضوع من القدس. أحمد جرادات شكرا لك. هذا وعاد الهدوء في المقابل لمدينة القدس المحتلة بعد أن قررت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إزالة السواتر الحديدية من باب العمود بعد أيام من المواجهات. وكانت المدينة شهدت مظاهرات وصلت ذروتها يوم السبت الماضي مع إصابة أكثر من 100 فلسطيني بجراح من جراء اعتداءات قوات الاحتلال. بعد 12 يوما من المواجهات يعود الهدوء إلى القدس. قوات الاحتلال تزيل الحواجز الحديدية من محيط منطقة باب العمود ليقيم المقدسيون صلاتهم في الأقصى. الحدث كان مناسبة للاحتفال والهتاف هنا في ساحة الشهداء بباب العمود فيما يعلنه أهالي القدس وشبابها انتصارا. هتافات وطنية ضاقت بها هذه الساحة الصغيرة لكنها تعني لهم كل معاني الهوية.
انتفاضة هؤلاء الشبان استفزها إطلاق جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المطاطية وقنابل الغاز وهتاف المستوطنين بالموت للعرب. الحدث يفتح الباب أمام احتمالات فرض شكل ما لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في المدينة، وكانت الأيام الماضية حافلة بدعوات للسلطة بضمان حق المقدسيين في المشاركة برغم الرفض الإسرائيلي. الحواجز العسكرية المنصوبة أصلا تزامنا مع تفشي وباء كورونا باتت وسيلة للتضييق على وجود الفلسطينيين في منطقة باب العمود، حيث اعتاد الناس إقامة الأمسيات الرمضانية والفعاليات الشعبية. انقضت هذه الجولة تخللها اقتحام بعض المستوطنين باحات المسجد الأقصى، لكن يرتقب استمرار التصعيد خلال شهر رمضان خاصة في 28 منه، حين يطلق المستوطنون مسيرتهم للاحتفال بذكرى ضم المدينة. حدث القدس مر بتطورات خلال الأسبوعين الماضيين وصولا إلى ما عده المقدسيون نصرا في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية القمعية.